السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم، عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده حيلطنا كلنا. والمثل بيقول المية بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة، صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب، وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا. يا رجال احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوب بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يهديه المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس ما بقاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه وتلم العاطل على الباطل.
وتلخبط الحابل بالنابل. دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش اتقل. كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه. تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي. ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده لعبه جاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول. والعياذ بالله الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيره دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش يتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لمؤاخذه سلبها اعز ما تملك؟ خميس. ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنة بحشش يوميتي صبح وليل. اسأل عيال أمي. أيوه. وعمري يا أخويا ما أدمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحدة. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزة شد بس هو اتحرش بيها. ايوه ايوه. اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تاكس تاكس. رومانا رومانا استني بس. رومانا استني. استني بس يا نجمة مصر. نعم، انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة، ولما تعرفوا قيمتي كويس اجوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكة. كده برضه يا رومانا؟ 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 شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم. هجيب لك بقى بقية الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي بالراحة على نفسك شوية، شكلك تعبان. أنا مش تعبانة ولا حاجة، وديني بتسلى. تسلى ده إيه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا، ما أنت عارف بنتك كويس، أنا يا دوب أبص في الكتاب من هنا أحفظه صم. والكتب دي بتعلم منها وأنا بقراها، وبرضه يا بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي بيبعتها أفندينا. أنا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. آه والله يا بنتي عندك حق. الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزيادة، وبيتعامل معاكي كأنك أخته بالظبط.
طب سيبني بقى بابا كمل شغل. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. اقول لك ايه، اعمل لكيش حبه شاي صغننين. ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه. يلا بابا بقى، عايزه اكمل شغلي. يلا بابا، عايز طب كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلتهولي على التليفون ده، اللي سمعته يا برنس، انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ معالي الباشا، امرني معاليك، تشرف وتانس في انتظار معاليك، احنا نفرش الارض ورد. مع السلامه. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شلال. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ خميس مش هيسكت وانت عارفه كويس. ومين قال لك يا موزه ان انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار، عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. يا ليل يا
بقتش افكر في اللي جاي واللي عدى وفي اللي راح. اظهر خلاص مكتوب عليا ابقى الضحية. انا من جبل من اللي اتعمل وبتعمل فيا. ضحيت انا واديت انا ورديت باللوم عليا. انا من جبل من اللي اتعمل وبتعمل فيا. ضحيت انا واديت انا ورديت باللوم عليا. تروح تراضي رمانة وترجعها الشغل هنا تاني. عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها. امرني يا باشا امرني. بار الشغل هنا ايه؟ كله تحت السيطرة. شوفيتم معي. مجيلكش في حاجة وحشة يا اخويا. اللي معايا بره ده الدكتور هيمن الهردة. مصدر تقيل قوي في الاستيراد. لانك معاه هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه وحصتك هتبقى طقطقين. كتير عليا ان اكون خدام ساعات. طبعا ده في حالة رجوع رمانة. الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش. هي قالت ما ترجعش. رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا لحسن تتزحلق. انا عايزك تشيلها جوه عينيك فاهم؟ امرني امرني يا باشا. شاطر يا مالت. قوي قوي قوي. الله ايدك يا معلم. الله ما يصحش كده يا بنت. ما تفهمنيش غلط امال. انا بس عاوز اوجه صوابك على الحته اللي تعباني هنا. اه طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ليه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا 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 بخير بخير يا بنتي. قلت لك بخير. حد يسمعنا امال. الله طب كده حلو. ايوه حلو. ايوه وهنا وهنا الحته بتوجعني. ايوه كده. الله الله اهو كده شفتي. ايوه اهو كده حلو قوي. ايوه ما تخافيني كبنت. وقومي شوفي شغلك امال. في ايه بس يا معلم؟ احنا كنا كويسين. الله قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي سيب راح. ما تسيبها يا حاج تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف ولا نقوره ولا حاجه. افضي سكه انا. تعال اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالاذن يا سي براء. بالسلامه يا ست. انت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجه. كان عندي مصلحة كده يا طياري. أني مصلحة دي؟ الله تكون شهاد كبرت وبشال حسابك. قول لي على الأقل أفرح لك. حسابي إيه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجة. دي كانت مصلحة كده عدايق يعني. مش كان في معادي الليلة مع الرجالة عشان المصلحة اللي بجد؟ هي كانت الليلة؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج ما حصلش حاجه. عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك. انما الشغل شغل. واللي ما يخافش على اكل عيشه ما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم ما حصلش حاجه. دي اول مره يعني. والمرة عندي ملاش تاني ياض. خلاص انت مالكش في المصلحة دي. ايوة ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يومية اي صبي شغال فيها. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا ايه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير. الحكاية مش بالكلام يا ابن النوح. ده اخر القول ومش عاوز اسمع حسك تاني. فهمت؟
فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا، مشي مشي مستحيل. رجلي فين؟ بالراحة بقى، ما تخليش يخير عشان ما ازعلش. الحقني يا سي خميس. في مالها رمانة؟ تعرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس، يعني امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش، منهم لله، لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. اما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت. ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ بالراحة بالراحة. مفيش يا اخويا، شاورت العربية نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عدمة وملحقتش اشوف حاجة. اكيد العيال دي قاطرينك من محل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفة، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا جايبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك، وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ إيه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابتهولي البنت بيسا. انت برتاحه يا حبيبتي، برتاحي. تعالي. انا مرتاحه وانا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى أحلى حضن في الدنيا، تمد إيدك كده تاخد منها كل اللي انت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كأنك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كأنك في حتة من الجنة. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبكوا دماغكم. بقولك يا بيبي، حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. أنا مش مبسوطة، أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض وكله بيقول نفس الكلام. أنا اتخنقت يا لؤي. أنت عارف إيه أكتر حاجة بحبها فيك؟ إيه يا روحي؟ سكراتي بضمير؟ ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفة. انت الوحيد اللي بقدر اقوله كل حاجة ما اقدرش اقولها اي حد. اصلا انا دايما حاسة ان انا لوحدي. انتي في الباي باي خالص. باي 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 باي. زماري زماري زماري. باي باي. قالت لك انا حضنة الدنيا وطايرة فوق كل الدنيا. فوق فوق.
دي اول القصيده. النهارده سابي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت ارضي كده وانت تشوفي. اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح. هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى تفكك من كلمتين لحد. اوعى بقى، اوعى تجيلي. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وفضحك. ما انا المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي، ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي لحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لبكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف. بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي، هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد، ما تخافيش. ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبة. أنا نويت أظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، أنا هروح أجيب لك شوية أحمر وأخضر
وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوة. بس قوم النبي اوعي تقولي لام اوي بره ان انا اللي عملت كده. واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده. خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي. خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط وقع في رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده يبي البسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبه هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامه كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا. طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني انا مش انا. انا مش ليكي انا مش ليكي انا. أنا ليكي انتي. شوق تعالي عايزاكي. أنا قلتلك قبل كده مالكيش دعوة بكرامة. أنا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي أنا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان أنا غريبة ووحيدة بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده. وحبتين النسوان والسهواكة ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مرة وانا قلتلك بدل المرة اتنين التالتة من غير صوت. في غمضة عين هتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع، فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي. وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني أحسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. أنت مهامك أخضر والكل بيتبارك بيه. مهام أخضر؟ فسر. الأحمر المستورد وبالسعر اللي أنت عاوزه. فراولة يا ابني، أنا ماليش في الكيمياء، ما أنت عارف. بس الكيمياء بقت موضة ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي؟ الاحمر ده بيخلي البشريه شد حيلها، وحبايه واحده تخلي المقتب العدمان حصان بيرمح
والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ كيف بيخلي الكل يتساوى؟ وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الاصوات دي ما بتجيش الا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والاهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الارخص؟ لا، انا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. امين. نركي نركي رجعت. اقعد يا خلي بالك المرحوم. ماشي يا فنديلة. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. طب ما يلزمكيش اي حاجه؟ فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه؟ ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده البيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عايز ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي. ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندي، مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الاستراحه بشويه. حلو قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوطه دي حاجه تانية خالص. بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفن، فوطنا دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ياه. ما تيجي تعزمنا على حاجة أحسن. لا ياه. لا ما أقصدش قد كده، بس القهوة ملغمة بعوق. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك. والجوزة فرق. لا إلا. والقهوة فرق. لا إلا. والجوزة فرق. لا إلا. طمن، أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا. فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصة، وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه بالإيقاع ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله يا باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله.
كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضاغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه، تصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجع الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنت العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت قلعت عصورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده، لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص
انا هبقى ارتاح كم يوم وبعد كده هبقى انزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز ايه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس انا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك، وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي تربعها على نفوخه. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عرف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالومنيا. راعوا ضميركم شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك هدفنك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا امنا امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء نوح ورجلت. براء نوح لله السلام. بالله السلام. ايه مالك محظوظة كده؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لنا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك، ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش. وقال لك ايه وامتى وازاي وفين؟ والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. تعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسيبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصلني نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعدني. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا. يعني اي حاجه هتعرفيها هتيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه. وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمر أمرني معاليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي اقول لي يا خميس، يا الست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا
كده عملت بالاصول يا بيه. ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش للكلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحريه تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريده بنتي خميسه فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفله بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي 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 ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه انا ما دخلت المدرسه كنت الاول على الفالس. انت عارف الفالس ده بيتحزموا له بايه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الاول انه براء النوح؟ براء النوح؟ ليه؟ الدنيا كانت عاتمة برضه ما شفتيش؟ انا ما شفتش حاجة خالص. هتخبي عليا تاني؟ راح عليا يا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، ما بقتش حمل مرمطتها تاني. كفاية يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ايه؟ خايف عليا؟ وافديك بروحي. تحبيني يا بت؟ وما حبيتش غيرك، وحنك عوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مرات افندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر انه يلمسك. أفندينا يا حجة خد المتر بدران تحت باطه وطلعوا على المقطم. بعدها حجة حط عند رمانة في البيت. وما خدكوش معاه زي كل مرة ليه؟ أصل المتر بدران كان مقاير حبتين. والزار يا حجة والله أعلم، أفندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب أخره. هي البت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضي البجاش المري قطعه. وهو بسلامته معاها دلوقتي. واخدها وخرج لوحديهم، بس بصراحة يا حاجة ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكاية رمانة دي امتى؟ زي ما تكون عاملة له عمل يا حاجة. ولا اللي سحرها له. معلش، اللي له أول له آخر. يا شوق. صباح وقشت. يا شوق مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في المية الباردة وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامة اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطة الواطية اللي في البيت ده. لا اله الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعه نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. سلمك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجه وحشه، حصل ان انا كل كلمه بقولها حلوه في البيت ده بتتاخد على انها كخه وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما انا جايه لك يا راجل في الكلام اهو. بالراحه عليا. بالهداوه. هات يا جمال يا رب. ايه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جرب ومحدش بيهود ناحيتهم. عشان اغبياء دول، لو رجالتي انا كنت طخيتهم عيارين زي خيل الحكومه. القفشه بتاعت افندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، ده جعانه وعينيها فارغه، يعني لو فتح بقهم هيبلع الكل. ما تهدى على نفسك شويه يا معلم، انت جاي تهددنا في ملعبنا ولا ايه؟
لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكايه جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت ولم تعابينك اللي بترمي سنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. جرى يا معلم براء، جرى يا معلم نوح، دي مش اصول ولاد الكار برضو. انا كل حكايه خايف لعيال لسانهم يفلت كده ولا كده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحمه زفر وكلاب ده قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءة. انت كده قفلت هضومه انا يا معلم نوح. ودي علامة النوح عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح. معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحة قشر دقنك. البت مقطعة روحها مليات جوه يا حاجة، برضه مهما كان دي مراته وكرامتها من كرامتي. خد يا أبو سن. إيه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر. خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاويه ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش 3 مليم عايزه تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه. مش كفايه انها هجه من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس لازمته الكلام ده الوقت يا حاجه؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازه دي يا دوبك نقضي بيها مصلحه وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجة. صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. حاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجة؟ حاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش ان حواء هي اللي خرجت ادم من الجنه، وإن إبليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر الله العظيم. هات جمال يا رب. خايب؟ راجل خايب وعرة الرجالة. عايزه تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه يا خايب. خايب ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه. ده اقول له ايه؟ ده وانت مال اهلك انت؟ انت مالك اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي انا هنا مش لوحدي، معايا شلة عفاريت. تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه؟ خلاص يبقى ابعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على اصول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبه هبه اما اوريكي الجنون على اصوله. تعالي لي، ده انا مش طايقاكي. تعالي لي، مش انت بتحبك ده؟ هو مش ملهي عنك، هو مشغول شويه. ملهي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك، انا اصلا زهقت من الكلام معاه، مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان
لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع. فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد، انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها، كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا اهرب، مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح، وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمت اليك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت، وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا، انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني. معاش اللي زعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس يا باشا. بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. وانا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعه بلوى بتيجي على دماغ اهلي انا. جرالك يا حاج في ايه؟
ايه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة ايه دي؟ انا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي واهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فبي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمه يا بنت الجزمه مش منبهه عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبه لك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لك. وهي الحاجات دي يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع عني جنبه ساعه. اما كنت ورد صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقى لها 5 ساعات سايبه البيت وسايب البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات سبت؟ مش قلتي هم ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصلا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاسراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري يا امك، لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اكتبي لي، اتاخرت ساعه زياده ما فيهاش حاجه يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشاني؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيكي يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفاية عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمة ان مفيش حاجة مش على مزاجي. حبيبة بابا. الله، اهو كده حلوة قوي الكلام ده. قوي شكلك متضايق، متفتفت شوية كده لخدمتك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات، مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي لا لا، ما كنت ماشية حلوة، خليك حلوة بالراحة. ايوه ايوه. قولي يا سوريا، انت كنت فين يا بت؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجة كده يعني. أيوه فهمت. وقوليلي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع إنك لسه ما قبضتيش ماهية الشهر. جرى إيه بقى يا معلم الله؟ أنت عمالك تسأل أسئلة غريبة كده وأنا مش عارفة. طب رايحة فين؟ فين يا بنت يا سوري؟ والله زعلانة منك يا معلم، نص عليك بقى الله. إيه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني.
احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله بلا حلوه قوي. ايوه يا تاني الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس اوعى تكسر رقبتك. لا مش شرط عليك يا حبيبي. بالراحه قولي لي بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟ ركبة المسرح وآخر سلطان تأمرني أنا هنا عشان تأمرني. لحد دلوقتي بقول لك ايه، انا جاي تعبان ومصدع. فكك مني، انا مش حامل حواراتك دي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ده شكل واحد هياخد طرخه ولا حتى يبقى قد كلمته. يا ست انا مش قد كلمتي، انا مش قد كلمتي، بقولها لك اهو. روح اتكلمي مع اللي قد كلمته يمكن يحس ويرجع للي في دماغه. وايه بقى اللي في دماغه؟ عايز تعرفي ايه اللي في دماغه؟ أقول لك يا مطرة إيه اللي في دماغه. عايز يروح لأفندينا، عايز يطاطي ويطلب من أفندينا السماح، وكل ده ليه؟ عشان الباشا عايز كده. ما أنا ياما قلت لك أبوك ما يهموش غير مركزه في السوق ويدوس على أي حد عشان مصلحته. شوفي بقى، يدوس ما يدوسش، كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه. أنا مش طالب منك غير حاجة واحدة بس، تنسوني من دماغكم خالص. أدي اللي أنت فالح فيه، تاخد لك كاسين تضرب لك حجرين زي بتوع الافلام، انما تكبر كده وتبقى راجل لا. ما تحترمي نفسك يا عمري. قرف. يا ابني ليه يا خميس؟ ده ايه المزاج ده؟ لا لا لا، انت مكيف الدماغ 100 100، مش هي اللي حاططها على حجرك ورامي الدنيا ورا ظهرك. قلت لك يا باشا زيح زيح من على قلبك وارمي ورامي. كيف مطرح ما يطلب لازم نلبي نلبي. انما ايه الخلطه دي؟ دي خلطه سحريه، هي مغيمه شويه بس حلوه. ايه يا عفريتي دي يا باشا؟ يعني بتبقى ايه؟ طافيه شعبي ومرعوب براتيش. وشفت واحنا داخلين كان في صفايح كده بربيع ياخدوا بقى الباقي صفايح، وكل يوم طبعا طعم حسب الناس رامي ايه. بس برافو عليك يا خميس،
عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربته طبنجة. برافو يا مين يا مين، الدنيا واسعة أوي، ليه نضيعها بقى على نفسنا؟ هي واسعة يبقى راحة، خدها مني واستلقيها، عيش يومك بطوله وعرضه، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتتعادش تاني، وأي حاجة في الدنيا ليها كمالة إلا العمر ليه ساعة. خميسة فندم. حلوة كمالة دي. قرب قرب فين؟ قرب بس احسن، البنت اللي هناك نفسها تعرف بنقول ايه. قرب بنسبة الكمالة بقى. ايوه الليلة دي محتاجة تطرى شوية. تطرى شوية. تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوع ده كده. فيها فيها. يلا بينا ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب الماية. يا سدد بالليل. الباشا كبير. تعال يا ابو سامي، تعال سلمي على سعاده الباشا. ابو سامي يا باشا يعني الكماله، يعني الحلو كله، تخصص زبيب. ازيك يا ابو سامي؟ ازيك يا باشا، نورتنا. اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. عايزاكم تلينوا لما النهار يطلع. تيها باشا. وده فيه براحتك. اتشقلب. الله. ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قالك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي؟ كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه، امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعة ولا مش ابن تسعة؟ ابن تسعة. يبقى يجي عند ابو سامية. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعد ايه؟ يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجة في ابو سامية دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة. الجواز والمزاج توم توم لازقين في بعض. يعني انت ما بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه. ولسه يا رومانسي يا رومانسي، عبد الحليم لسه عايش والله. لا 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 يا باشا، هنا ما فيش رحراحه، هنا في مطوحه. قوم يلا شويه تمارين رياضيه. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب، اتبص انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي دق عليا الباب، اتبص انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. اتشقلب بجد. انت لسه شفت حاجة؟ ده الليلة كلها شقلبة. أنا كده هزعل يا رمانة، اللون ده مش لون،
والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراي. الله، ما انت قلتي هتسيبيهم. اي بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه. اصل بصراحه كده جوزي بيغير علي، محرج عليا الشغل. جوزي؟ اه جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. ترى شفاعك يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا افندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح برا. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. زوز أمر فندينا، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا. يلا يا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا. وجايين نردهولك. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سيدنا. والله يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح.
الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك. يا بنتي طب تعالي اجيب لك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد. بالسلامه. معرفش ماتت ولا اتنيلت.